إذا متابعينا الكرام، استعدوا للضحك مجددا على حاضرة الجزائر مع هذا الفيديو اللي غادي نشوفوه الآن أمامنا على يسار الشاشة. وباش تأكدوا متابعينا الكرام مجددا بأن حاضرة الجزائر هي عبارة عن دولة داخل دولة، أو لنقول دويلات داخل دويلات. كاين دولة ديال عم جيد حشاكم، دولة ديال شنقريحة، ودولة ديال بن بطوش. وباش تأكدوا متابعينا الكرام وتأكدوا كذلك بأن هاد مسخة الوالدين ما عندهم ما يدار، مسالين قبهم، دابا عم جيد حشاكم داير زيارة لشنقريحة في مقر وزارة الدفاع، ودايرين لها تغطية إعلامية، ودايرين لها الروبورتاجات، وكأن رئيس دولة يزور دولة أخرى. وهذا هو المعنى الحقيقي ديال الدوله داخل دوله. شنقريحه عنده الدوله ديالو بوحدو، عم جيد حشاكم عنده الدوله ديالو بوحدو، بن بطوش عنده الدوله ديالو بوحدو. على كل غادي نشوفوا هذا المقطع متابعينا الكرام باش نضحكوا شويه على حضيرات الجزائر، ومعكم بالتعليق. تلما جيت بون سنتابعها بعد ثوان. الزياره التي قادت الى وزاره الدفاع الوطني، رئيس دابا كيتكلموا عليها بحال الا زياره رئيس دوله الى رئيس دوله اخر. والله العظيم الا كارثه، كارثه عباد الله. كان الجيش الوطني الشعبي الفريق اول سعيد شنقريحه اذا كان في استقبال رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون القائد الاعلى للقوات. شنقريحه كان في استقبال عبد المجيد حشاكم، ودايرين بروتوكول، ودايرين النشيد الوطني، ودايرين وزاره الدفاع الوطني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع بدون تالفين في القناة النهيق، تالفين ما عرفيش شنو يقول. المجيد تبون في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. كان في استقبال رئيس الجمهورية الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. نتابع هذه الصور. اسمعوا 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 التلوث السمعي في أبها حلة، اسمعوا مزيان. أصبعي في الطوابر واقفون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المنظر كيضحك. اختصروا عليه النشيد الوطني، ما قدرش يبقى واقف بزاف. دايرين حرس الشرف. بعد الاستماع للنشيد الوطني. لا حول ولا قوة. إذن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق أول سعيد شنقريحة استمع إلى النشيد الوطني. قلت ما يدار، والله العظيم انا قلت ما يدار. حيا السيد. كذلك حيا رئيس الجمهوريه مستقبليه في وزاره الدفاع الوطني، على راسهم الامين العام لوزاره الدفاع الوطني، من بينهم كذلك قائد الناحيه العسكريه الاولى والمراقب العام للجيش. بس عارفوا متابعينا الكرام بلي شي حاجه واقع عندهم، بس عرفوا شي مصيبه وقع عندهم. لان شوف هادشي ماشي عادي. راه قلتها لكم داك النهار، قلت لكم شي حاجه وقع عندهم، ودابا شي خايف يطحن شي، وشي خايف ينقلب على شي، وشي خايف يغتال شي، وشي خايف من شي. مهم الانتخابات كتقرب، كل ما كتقرب الا وكيبقاو عندهم هاد المصايب الكحله. اسمع اسمع تلوث السمعي، اسمع الدبان.
بينكي وبرين وما يلا الانتشار ديال الحرس الخاص ديال عبد المجيد حشمتين والبروتوكول ديال ديما الدراري الصغار انا الشهيد ابن الشهيد لا حول احببت مثلك ان اكون شهيد بغيت نفهم مسخة الوالدين شنو عندكم مع الدراري الصغار هاد البروتوكول ديال الدراري الصغار ديما دايرين كتستقبلوا به الضيوف كتستقبلوا به الرؤساء كتستقبلوا به الوزاره كتستقبلوا به المنتخبات كتستقبلوا به الدوريات ديال كره القدم مالكم هاد الدراري الصغار مالكم مالكم مصيبه تحلى سيده ليظل وجهك هانئا وسعيدا وقصدت قبرك يا عزيز قلبي احمل في يدي قلت له احمل في يدي ذخيرة كده كده عشو في الدراري الصغار البنات وضعي سلاحك كل ما سلاحك دفخت فيه لكي يعود جديدا فأنا يبينك في الصعاب أنا الرصاص الحي لا حول نصرك الموعود فأنا امتدادك يا أبي فهو أنا دماك فهل شو بنت قداش شو بنت قداش وكتهضر على الدم وعلى القبر وعلى السلاح وعلى القرطاس وعلى ما عرفت شنو زعما مصيبك حلا قسما بالله الا مصيبك حلا هاد الجوج غير كيوقفوا مع بعضياتهم كتجيني الضحكة البقية والبداية والختام وما حلمت به فكاد أكيدا فأنا الشهيد ابن الشهيد لا حول ما دخلوا عاوتاني الشهداء هضرة جوج شهداء مقاومة وشهيدة المجد والخلود لشهداء لا حول ولا قوة تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر الله يهديكم ان شاء الله لا حول ولا قوة بالله لا حول ولا قوة تابع استقبال رئيس الجمهور دابا شوفوا رئيس الدولة كيستقبلوا رئيس الأركان باش تعرفوا راه كاين دولة داخل دولة مصيبك والله لا مصيبك جمهورية وزيارة رئيس الجمهورية زيارة رئيس الجمهورية إلى وزارة الدفاع إلى مقر وزارة الدفاع الوطني هذه الزيارة التي تتزامن مع ذكرى تاريخية ذكرى مجازر 8 مايو إذن رئيس بغاو يلقاو ليات خريجة زعما مصيبك حلو والله لا مصيبك حلو باش تعرفوا متابعينا الكرام بأنه راه ما كاينش الحس ديال الدولة في حاضرات الجزائر ما كاينش الحس ديال الدولة ولا المؤسسات ولا شنقريحه حاكم من الكواليس عم جيت حشاكم الدمية وباش بغي يمشي لوزارة الدفاع خصو يستقبلو شنقريحه ويدير ليه البروتوكول زعما كارثه كارثه عباد الله كارثه ولكن هادشي مزيان هادشي مزيان تاكدوا بانه ما كاينش الحس ديال الدوله في حاضرات الجزائر متابعينا الكرام خليوا لي التعليقات ديالكم في اسفل الفيديو واراكم في فيديو قادم